نزل وجاد من صورة لصورة نتعاد وسط ديار الحومة نهدو وسط ديار الحومة نهدو والظالم ترسم لوحات كل الناس يسيروا ضده كل الناس يسيروا ضده ريح المسك يخلي الناس تبني المحبة على أساس عشرة مودة وخلاص مش بدينا الحب مهيب والذي عشقوني يردوا والذي عشقوني يردوا قوليش بك واقفة يا اخي ما عندك ما تقضي شدت لي راسي ناصب عليك العسة هكا وصاني سي منير عليه باش تكمل فطورك الكل والحلو ولا عليه هكا حكم الطبيب يا اخي انا ولا نعرف لانا هو وصاني وكهب تعرف البارح وقت اللي جاي ولقى حكة الشامية فارغة راهو اتهمني اتهم شنو يعرف نانا قال لي انت اللي كليتها قلت له انا اللي كليتها انا في ريجي هذيك نانا قام يعيط وقال لي المرأة تلعب بروحها شكون المرأة؟ انتي نانا وح بالله هي نانا الطبيب يمشي ويوصي وانتي تعمل بالعكس يا اختي الطبيب عليه بروحه محسوب انا تو كيبدا عيني باش ناكل الحلو تو نستنيه يسرحني هو ولا لا وانتم كنت لهيتوا برواحكم كرابيركم انتي وسيموني اي قوم علي خليني نفطر عاد رايدة وح والله اش بني يا اخي انا شدت لك يديك ولا شدت لك يديك ملا كي نبدا معينيش تبدا تلح الحبايه باش تقعد معاك على الطاوله في بالي بيك ما تحبش تفطر وحدك ليه اليوم بالعكس اليوم رهتك قصت لي الشاهيه جمله واحده نحب ناكل واحد يا نانا رهتي هذي قصت لك الشاهيه اي ملا ما كذبش قرطاس الحمص كي قال لي زعما فرمليت تلها بها اي يعطيه لهوه ان شاء الله محسوب راني نتنفس بالسيف ولا مقعده كملوا حطوني في المرستان وارتاحوا مني مره واحده نطفى عليك نانا اي إذا ما يكون كان أكلم شمل أزهر لها فيه شيء استنى نشوف شكرا نانا هذا مشمل آخر واه ما تقول ليش عبد الرحيم رحمة بوك جيبوا عالصباح يا ربي سيدي ما هو كي أنت مرض عمل تليفون يخبط راه مريضة ما تقدرش أيوة هو عاد على الحس يقسم البال أعطيه إخبال كيف هكا وسيبه يلا فوجة هلا فيه لطف لباس ما عبدل بكر كل السفنج صلى العشاء وجي كيفاش قلت لدوجة؟ دي شاي يا ولدي عطف الحسين ليه؟ ليه اش حلل لك من ربي يا بنيتي؟ ليه؟ ليه رعبة الموت اللي تعطيها لي عليك؟ اوه يا عبد الرحيم فاش قام بجعتك يا اخي انت عملت تليفون لمرأة مريضة نقول لك ليه ما هيش مريضة؟ لا 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 ما هيش مريضة والله والله ما تعشم يا لدوجة اش تعرفني انا نحوك سنية كاملة ولا قلبي يعصق اشتطر بقته كيفاش تطلهوني الله ورسوله اعلم هذه هي لقطه الله وسقياها هذا لا باس عاد لا باس عاد هاي تسقاط عاد
لاباس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بل فاح والله العظيم انا قلت المسكينه راهي راهي قطروا لها. ليه 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 لي حبيت نبشرك انا منير والبنيه ابتسام ناسبين العسى ما يخرجوا من بحذايا لما كمل الطبق. ربي يفضل لك ياخذ تاكل حوايجه. لا 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 عايشك كثر خيرك والله في شفاء لهنا. انا ما حاشا ما تعدليش عليه. اسمع زيدنا طريف عظم عربي وزيدنا شويه زبده انت حتى تكمل هذيك. نانا الله غالب بنيتك. عظم العربي خير من عظم الماكينه. اما زيد شويه الايامات يزيد ولا ينقص كان عليا ما بعد راسي لا شمس لا قمر. هذاك هو الحق. الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله. هذا لله هاي بالشفاء يشفيك بالشفاء ولهنا يعيشك. خلي تو تهنيت عليك عاد ولاباس و... والله لا يبشعنا. قلت نمشي حضرت الستار عندي ما ها نشوف ايش ثم مثلا ماش ثمش حتى بقيوه ومن بعد نرجع لك يا دوجا ونتفاهموا في اللي تحب انت. ها هاي هنيني عاد لاباس. ها هاي بخاطرك ودي اطرب. صحيتك الشباك برمش العف الزنقة برمش العليك يلا عف سقيفة على قل هز كورتك. تتك بتسين ما تحبش اسمع كلمتين نقولهم لك. لعب الكورة في وسط الدار ليك. أمي دوجة قالت لي ميسياج أمي أنا توكي جي عمك منير فما حسير بوك ليك. عمي منير ما يعمل لي شك الكورة هذه هو الشيري وقالي بش تطلع كواجي. بش تطلع كواجي على كدل هيك توكي راس البروكلو. قلت لي شيء اسمعي شو قلت. انت تحب الحلوه؟ اي باش تعطيني حلوه. عندي صحن بقليوه وغريبه تحب على شرط تزيم نلعب الكوره. بيه تو ناكل بقليوه من بعد نلعب. لا يا بابا كان تحبني نعطيك الحلو تزيم نلعب الكوره. اش قلت؟ بيه تعرفش كيفاش برا انت مشي خبي كورتك وخليني انا نكمل غسيل الماعون ومن بعد تو نجي. بيه تو بيه هاو تو وانتي تخبي علي الكره توا. نطلع معاك شو مطلعك معايا ناقص انا باش تزيد علي صحه الطيب. عيط لي يا ولدي مش قبل عيط لك تبرمش غادي شو طبيله هذا. الله تبارك الله عليك مدام فوتوجينيك. سامحني على الصرف على الطرف. يا مالحق لا عيب ما حقهاش لا والله ما حق. ها ملوش كتابه يا ودي كل واحد تسأله يقول لك نفس الحكايه نفس الكتاب. يا ودي الحق هذا كثر خيرك الحق ما يغش منه حد. هاي استيه هاي هوانا لا طحنا دسوها بعض تدبي. لا ودي الزياده كانت كلامها تقول لك محلي وانا حره فيه والكاري دخل والخرج وكيما نحب انا كيما يشتي خاطري. سيدي متفاهمين ما يغلبك اللي يقول لك اعطيني فلوس ولا اخرج من محلي. هذاك وقتها يا سي طاهر هذاك يا سيدي كي بدا الكاري مش مخلص اي وهار يخدم 10 لا وكما يقولوها يضرب ضربه ويجي في قاع الحانوت. اما انت يا ولدي الله يكثر من امثالك هاي حومه كامله تشهد صغيره بكبيره باللي انت رجل خدام وملاهي كابح ولدتك. الحقيقه يا طاهر يا اخويا الحقيقه ما فهمتهاش ما فهمتهاش. تحب تعيفنا في حياتنا تمرنا عيشتنا. لو سيدي حاجه اخرى موضوع الخروج هذا عملتونا كالسيف حطونا على القبينه اللي يتكلم هكا ولا هكا تهبط عليه هيا امل. طاهر يا اخويا الحقيقه انتم لو كنتوا مستقلين كل واحد على روحه خير معلاش هو مو قالت الماء واحد مو قالت الضوء واحد هالمشاكل هذه ما تصيرش. انت ما حبيتش انت قلنا الموضوع هذا ما حبيتش انت واحنا ساكتين راضيين قسم نتاع أربعة من الناس على ثلاثة يعجبكش؟ فهمني استنى فهمتش اش هي هالأربع محلات هذيا؟ هاي سيدي مولات المول هاي والحلوانية الخديجة هاي الخديجة هاي وسي سامي والعبد ولل أربعة هذوما ولا لا؟ هاي أيوا أنا ما فهمتش كيفاش تقسموا على ثلاثة؟ باي لي أنا هاي وباي سي سامي هك وباي لدوش أيوا
معناها الا خديجه لا تدفع العماله ضوء عصفور جنه. لاش بها سادتها تخدم في السفاره ولا؟ ليه تيمو متقاسمين الباي نتاع لدوجه هي ولا خديجه متقاسمين كيف اللي احنا ندزوا فيه بالركبه. ظلم والله ظلم يسوق بدون بقر. ولدي الحق يجب يكون على الناس الكل مش واحد اش واحد كاع. هي الخديجه تستهلك ما اكثر منكم. هذا باب وأما خليها كي تبدا تحلي في الحلو ليل ليل ما جاب الليل يا سي طاهر والضوء يبات يسرج. لا يسر والله ومع هذا يا سي عبد الرحيم انا ساكتين مخيتين فهمنا كلمه لا. ايوه تعرف كيف يا سي طاهر تو قدره السميع العليم ما نروح للبلاد الا ما دوشه فهمها الوضعيه من البال تاع يقوم بيناتنا راهي ما تحملنيش. ايه على خاطر ديما انا مبتبت وتحك كلها الدبره وانا كلمتي نقولها فوق السطح. هاجيت هاجيت الحلوانيه الحلوانيه. صباح الخير يا سي عبد الرحيم. صباح الخير يا خديجه. بنتي شنو احوالك؟ يعيشك. شنو احوالك الصبايا؟ ينشد عليك الخير. اخي العاس ما يتكلمش. ها وينوك ياك ساعه ساعه؟ لاباس معاه. الحمد لله. تيات عليك القفه يا مراه حتى انت. بارك الله فيك. ما هي قفه زينه يا خديجه. ربي يعطيك بصحة الابدان ان شاء الله. مغزلات هذه يلزم اجمل القفه هذه. يا عبد الرحيم ولا انت فاش قطعت فيها؟ والله ظهري مش تقصر. يا صحر القاع ما صحر القاع ما صحر القاع كان دخلت وخلاتني. اي هذه كما يقولوها يبيع في الزوز بضرب الكف. هذا ضرب البوليا هذا كله بثوابه يا سي عبد الرحيم كله بثوابه. سيما يا اخي دبدو تو ولا شريت لك ماكينه صابونه نقصص عليا قتل قطع الحوايج ماكينه الصابون ما تحب تغسل صابونها كان الصابون الاخضر هذيك عاد انت قديه مره تغسل الصابون بربي فك عليا يا وخيتي كل ما جاك الزمارة هو ولده طلع لي روحي شبيك راهو عنده وليد اللهم احفظنا النهار كامل ويت برحت في القاعه وما تجي العشية لما وليك ما حميش ترميت وسي عبد الرحيم قال لك حق حق الدنيا سخنت يلزم قسوة صبيح وقسوة العشية ما حقوش عبد الرحيم عاد هذاك عامل فيها مولدة تعرفك النهار اش قال لي اش قال قال لي نقص من طق طق في القايلة وانت سكت عليه ما قلت له شيء قلت له المرة الجاية تو نحي صباتي ونطلع عليه حافية يا اخي تلربس قال لي حيب عليك الساعة أمك امرأة رزينة وعاقلة ما فهمتش أنا شو مدخل هذا في هذا يا بنتي ما تعرفوش يدخل في الشقيقة ورقيقة ذكا هاي خلني مشي أنا تو وين مشي تقرأ ليلي عندي يا أستاذة غايبة ندخل لحظة شاي بيبا هاي بي حقا قبل ما نمشي قلت لي وقت اللي انت مشيت المارشي يا أمي عبد الرحيم حل الباب البوستاجي وخذي ما عنده جواب مسوقر هاي باسم ددو جواب مسوقر هاي هاني انا قلت يا غلبة والويش يخوف جواباتنا هو عبد الرحيم والنهار والله الا ماشي والله الا ماشي اللي بنعمل فيه نهار هذاك دبر عليك تكسرش راسك حرش علي ددو ومن بعد احكي لك هاي شا منيش هاكا شبه نروحوه ولا هو شلازم ياخذ لنا في جواباتنا والله الا ما نحرش فيه هنا هذيك الا ما تغسلوا وتشلوا ودوجا كي تحط صابون حد تخرجوا ابيضي للش مين فيه الله ما نفرج عليه حسين يا حسين يا وليدي حسين مشيت حسين تجاوبني يا وليدي قل لي وين تتغرب واه 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 انت هوني محشي يا نارك على روحك هكا قاعد على القاعة عليه وحنيك كمترزه شفما عليك يا وليدي عمل ربي في بالك شكون مش يفكلك عليه هكا على بعضه بشكوتو وبسكويت يا اخي كيفاش باش تفطر اليوم ايش الهونيش ايش نكلك ايش حليه يا بابا ايش بسم الله على ولدي بسم الله هكا هكا حالتك كلها فتفيت حويجتك كانوا مضيفيتي عشقوا فسدتهم وتمركزتهم قل لي ساعه شكون عطاك البسكويت منين جبته شير شريتو ايه شكون عطاك الفلوس باب واه بوك عطاك الفلوس بيه مشكون ميت هيا صحه صحه لولدي
انت على الاقل سيدي ولدي هكا تعبي في كريشتك، اما بوك يعبي في كرشه وفي مكاتبه. اسمع، بعد ما تكمل عيش ولدي ما تزيدش تغصب على روحك، فهمت؟ امسح يديك بالقدير وكل قشره هذيك ارميها في الزبله. سمعت؟ عيش ولدي عيا بقى برا يهديك. اسمع الكلام، و انت هوني الجه نسخه لك، خرجت طلعت على مشوار قعدت ساعه في الصحه. ونانا شدتني سونيا بالحديد. بسم الله حقا. مش نحكي لك هدره، ام بجي 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 لتغششها. اش باش يغششني تينا؟ لا الغش ماني استنست بي. اش فما زيد؟ جيك جويب مسكر كما معروف، هذا كراهو من البلديه على الزبله والخروبه معروف. شنو قالك من البلديه؟ انا ما نعرفش شكون اللي بعته بصراحه. شنية هذه تشنشينه ولا خرافه ولا شنية؟ جا جواب وما تعرفوش منين؟ كيفاش ترى؟ شنو كيفاش ترى؟ بالعربي مش انا اللي خديته، ما نعرفش شكون اللي خداه. ايه جاني الهوني ايجا، قل لي اذا كانت ما تعرفش تقرا خليني نادي الالفه تو تقراه لي بالعربي. مالها كيفاه؟ سي عبد الرحيم هو اللي خداه. واه 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 واه، وعبد الرحيم وخاتي جابوا الجوابات يحل لي فيهم، والجهه لما نوريها كسي طبالك. حتى انا كي سمعت استغربت، قلت واه يا غالبه واش يخفي؟ سمعت يا بنتي شنو هي القلبله اللي حليتها لي في مخي؟ ها شنو سمعت وريت وما ريتوش وما تعرفوش منين جاي؟ باش نحكي لك الحكايه. ماني طلعت نشرب الصابون، ما في بالي حطيتش الصابون على الشريطه. ايه انا جيت باش نشد بالمسير وطح في القاع، طلعت صوره سيموني يحكي عليا وعلى يمي، حاولت نشرب. انا جيت باش نشد الشكير والفا جات الجواب، قالت لي اللي هي شافتي عبد الرحيم خذ جواب مسوقر من عند البسطاجي وصحح فيه. انا راني ما حبيتش نقول لك الحق الحق الحق، قلت لازم عادي عبد الرحيم قلق عليه. بالجه بالجه. ايوه، وش مجايبه ياخذ لي جوابتي من عند البسطاجي تاع عبد الرحيم؟ انا بيدي راني كي سمعت استغربت ان انا الحق الحق. واه يا غلطه يا خشم دخل هو. ايوه توا زدت فهمت الموضوع شنو على هذاك سي شباب خانس، ومش بدليش على موضوع الرزق بالكل. اليوم ورحمة الحق الا ما نفرجك فيه اش نعمل له زاد. ايوه حسين يا حسين، ايش يا وليدي ايش جيب لي الخبز، اعطيني ستوش ستوشي نانا. ما تقوليش ضاع، جه ربي اللي تقولي ضاع، هذا ثالث مره. يقول لي نسيت بالصحكي طلعت نجرب الصابون. عندك شمرة عرشة عمل عقلك ودي تشطح على طرف فلس. واه ولا سبحان الله يا اخي، الواحد شبيه يا اخي، ما ينساش ولا ما ينساش ولا ما ينساش. عادي فك عليا. واه هالغلبة يا حسين، ايش يا بابا ايش ايش، استنيني حتى لين. واه 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 واه، شنو هي ده هكا وتضحك تسخير روحك؟ عملت عاملة بيا هكا سرويلك يا لطيف يا وليدي. اش عطاك اليوم؟ جاتو بسكويت وكريمة. هيا ولا حق الكريمة، شكون منين جاي؟ شكون عطاك الفلوس؟ بابا عطاك. بوك عطاك الفلوس؟ متحققة؟ لا إله إلا الله، يا طفل اطلع كذاب يا عبد الرحيم درش توت عليه. محسوبة أنا قاعدة ليها ولا لفلوسها؟ بنيتي الله لا يخلي حد الحد، أنا والله ما عاد فاهمة حتى شيء. صاحبتي سامة معويدهاش تعمل هكا. معويدهاش؟ حب يقول أنت معاها أمي؟ معناتها هي عندها الحق لله. هاي شنو سونيا؟ انا ما قلتش عندها الحق، قلت لها تبدا تروح قصيده نزع. بالك شكون غلط في حساباتها؟ اللي غلط في حساباته يثبت روحه قبل، مش يغلي سميته على الناس. والله لما ترجع وتطلب منك السماح. لا حاجة انا نعرفها قلبها بيها. لا حاجة بيها ولا بسماحها. مشيخة في العليم ما عادش تحطها. هاي فكيتش عليها توا. شنو تحبي نعملها؟ نعطيها طريحة؟ واه طفله نهار كامل وسطوش تلاهم بلاصه بلاصه، ولا نهار قالت هزت لي حاجه وزيد فوق هذا كل ما قالت لك شيء انت بالذات هزيت لي. الا ما تقول الطفله شدها كريس وبديت عاده بالعالي تسمع فيا في ملا بيت في ملا صنعة في ناس تقطف دروس الكلب وهو ينبح. حب يقول شنو؟ حب يقول هي شاكه فيا انا، معناتها انا سارقه. لا انا انت نانا. اي نعم انا. معليش يا اخي انا وياك قاسمين وجهي نهار كل وانا نبرح يا طفلة بعث فلوس الراجل بعث فلوس الراجل، ما هديكش يا ربي. قمت الصباح اليوم دخلت يدي لمكتوبك جبت الفليسات وعطيتهم للطفل حسين، قلت له وصلهم لموليه. اش فيها الهدره هذه؟ بلي انا علاش اعطي فيه في الفلوس قبل ما تقول لي؟
نسيت بنت سبحان الذي لا ينسى ولا يسعى كما قل حاجة. ما هي واحدة بواحدة عاد. انت نسيت بنتي ما عطيتنيش الجوي وانا نسيت ما قلتلكش على الفلوس اللي خذيتهم من عندك. اش فيها؟ اي توا هذا الكل يتعدى. الطفلة اش عملنا فيها ترى؟ انا طفلة زيدة. الطفلة اللي اتهمتها بالباطل يا غلبة رانا عشراويت متاع سنين ومني. ليه هكاك ليه؟ تعرفش التهمة حرام. اسمع لانا انا ما اتهمت حد وما قلت حتى شيء لحد. وهي طلعت ماهيش مصدقة. هكا بفيه ما فطنت بيك وفهمت اللي انت تقصد فيه. أتوا ناديها ونسمحكم في بعضكم. سمعت عيش بنتي؟ يا سونيا سونيا يا سونيا يا سونيا. نعم يا دوشة. نعم ابعث لي سونيا يا خديجة. سونيا ليه يا دوشة؟ نجيك أنا؟ ما حسيش بيك سونيا ما هيش ليه. وإذا ما تحبش تجيني توا نطلع لها أنا. ليه يا دوشة توا تجيك؟ تشرب الحليب والفطور قبيل عد وحذر. ليه؟ أنا ما قلتلكش ما تشربش صحة ومصالحة. أما عليه تفسد فطورك بنات؟ هاي على كيفك تحب تشرب اشرب. البنية هاهي جاي عايش بنتي. مش أنتي باش تطلب منها السماح. أنا باش نسبحكم في بعضكم من هون وغادي. أي حاجة تنقص من عندك ما نحب اكتب لي حتى حد وما تكتم حد. شاورني أنا قبل وأنا نقول لك. قالوا راسي راسك ومسرق الفيس يا غلبة. احنا لبيه. أي صحة عليكم. صحة الله يجزيك. صفرة دائما لدوجة. في عايشك يا سي عبد الرحيم. كي نقص لي ديا عاد. اقعد اقعد عندي ما نحكي معك. إن شاء الله خير. لا ما ثم كان الخير. أيوه استنى استنى استنى. أنت حقا قول لي توا بعد الفطور وقول لك علاش حسانة اش عقبت واش فطرش اش عملت. إي عادش بيك ما ثماش دقايق أخرى ربي ما عطاكش الصبر. هدرا بيني وبينه. أيوه حسان. يا حسان. اللطف. ايش 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 دون ايش ايش زيت تخافت ايش ايش ها عش بتقعدش عقل. هذا اللي نوصي فيك واحنا شايف ثنية ها تيزي يا حبيبي تيزي سايبه ما عنده معمل برحمة امك سايبه تينها الكل. شوف عايش عود اسمع كلامي يا وما عادش تعاود سمعتك وهاني المرة هذي سمحتك. امشي يلعب عايش ولدي بر ها كيما قلت لك عايش ولدي يا يلطف يا اخي وجه يلطف نهار كل بنتي توكل فيه في الفجيع والرعاية بالطفل. ليه؟ ليه؟ خلخل فيه على طول النهار تقولش عليه ما هو شي ولدك. لحيت؟ أنا ولدي جنونة. أسمع يا دوجة. أسمع وفهمني يبارك فيك. لولا بلولا أنا راني عندي ما نعمل ومانيش لاهي بيه. والثانية بالثانية نقعدش ونمشي وأنا نكركر فيه كي دادة وكلبة. وزيد هو ما يحبش يخرج معايا وأنا متهني بيه بدي عندك أنت. إي نعرفك متهني بيه عندي أنا. أما سبحان الله كيف تجيبه معاك؟ الدولش بيه تشيشة هزوا البلفيدير هزوا الدريجة حكاكة يعمل دورة كي الغشيشة. أما أنت إذا كان عملت معاه جلة كرة تحطه في القهوة حداك دريجين من زمان ولا تتلف به الحانوت الطابع. هذه هي القضية. الله غالب وليدي الله غالب. هاي ما تنسينيش في اللي جيت على خاطره. قل لي ايش عملت غادي. والله العظيم ما عندك شيء. وين غادي وين؟ شنو وين غادي غلبه في الهشير. هاي لا تهنى اتهنى وطمان. لاباس لاباس لاباس. اي نعرف لاباس. اما نتفكر كيف عندي توا يمكن حكيت شهر ديالي قلت لي قابلتك السيد اللي يحب يشري الساعي ولا شنو. هي عندك الحق. ايوه اتفهمت معاه. قال لي الاثنين الجايه ان شاء الله يجيب الفلوس ويهز هويشاته. والله على حساب انا عملت فرقه قاعد نتفكس فيه. يا ولدي خلي الاوراق ويزي وانت ديت كما قلت ما زلت ما غسلتش يديا وانت تدخل فيهم في الكيف. يلا غالب هاك مهمشني. باهي انت ما نسيتش حاجه اخرى توا. تفكر تفكر. لا اله الا الله محمد رسول الله. اش حبني اش حبني باش تفكر ترك باش يكلمك على الامان النعمه مازال بكري. أي. انا ونظهر انا قاعدين نحضروا في الحسابات. ايوه اما تفكر تفكر. ايوه تفكر في الشهاده هاو كمال طلعنا يا لله ناقصين شويه شكاير قمعها. علاش ناقصين شكاير؟ اي المده اللي فاتت برك مشيت كلمت جارنا عم عليا قال لك عنده شكاير بالقدس يجاو هزوا قد ما تحبوا يعاد نتوما الوش ماشيين باش تشريوه. الفايده في خسران الفلوس. وليدي تسمحني انا الرجل هذاك ما فهمتوش يا خويا بالفرداقي هذاك ما عندوش كلمه. اي سيدي دار علينا اش عملنا وجه صحيحه ما فهمش علاش باش يبخبينا. انت الراجل دوب ما كلمته فرحان ياسر
قالك انا ملي مات المرحوم الله يرحمه نستنى في النهار اللي نعاون فيه اختي دوجه هي جات بتبيعتها وجاي كيما قال موني كتحنا عنا سلع عندي اشكايرك ديس نزيدو نقدس مره اخرى الويه فاش قام على التفريطه الزايده يلا دوجه انا راني منظم وكل شيء قرر له حسابه مش عشان تاع لعبه هي حتى زيت الخدامه بديت نخمم فيها من توا انا ولازر مش وحدي ايوا هذاك هو ما يخمم كان في الزيادة وفي المصروف الزايد عمرك ما تخمم على حاجة هكا بيه وعمرك ما تدخلي بخبر اللي هو يفرح اللبس أمان والله بارك الله فيك عايشك معناها هذا كراء اللي أنا نعاون فيك ما تعاون فيا وأنا كلفتك باش تعاوني من وقتاش حلوة هذي قال لو جاي عاون فيها على قبر بوه أهرب له بالفيس كان على توكيل لاستاني اللي به الفايدة أنا مكلفة بالفم اطفل لزهر لزهر أي طو هذاك يعرف حاجة لزهر هكا ابدا انا قلبي عليك باش البرايمي ما حطوكش في كروش وحشيش وريش أيه. وتقولي لزهر مكلفه لزهر أيه. زايد سيدي بنادم أيه. والله سيدي بنادم زايد حرق شعري انا اش حرق شعري انا نحرق في مخي على رزق خرجت منه نملس هذا الرسمي اجا الصحيح انت دمي للطف اللي طلعت لك في بدنك اللطف. من حكايه الرزق ايوه يا سيدي ما نقسمنا وكل حد اخذ رزقه وتفصلت النازله هكا ولا ليه اما انت عاد ما زلت ما بردتش حتى تكمل تمسح فم ليتي مالك عم 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 شنو حس كل واحد حسبه ربي انا انا نمسح فم ليتي ما معناها سي المصفى لك تتلو حقه والله تطورخ هذه لا هذه تطورخ حلو اسمع قلت لك يا لدوجه اذا كان المنصف يسقط انا اي انا لا ما نسقطش على رزقي لو كان نموت انت عندك رزق وعندك حق ليحق لك حق بارك الله فيك حق المنصف خلاه لك واسعه وعريضه ومشي مشي كاور روحه ان شاء الله ولدي يرجع بجهن بيه كما قولوها راني مضافر مرحبا يا رب يا ربي يقلب علينا هالديسك المجروح وين تتقابلوا لازم ترجعوا نفس المعبوك تيتي الصفحة هذي وبدلوا ساعة بساعة أخرى صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم والف ولا يزيد حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخوي خلينا نمشي بدل ساعة بساعة طوّو كي نرجع نعطيك الوريقات كاي برا في ودي أطراف المحسوب شدد عليا بسم الله أما قبل ما تخرج يا سيدي يا وزة هي أطلع بك الورقة اللي تحتك أنا ورقة بتاعك أنا ورقة شو الورقة شكت في الشرع عليا الورقة اللي عندك هيتها تشو ورقة يا أخي تكسر تعطي في الأوراق شو الورقة هذي استنت من اللي هدرة الورقة اللي خذيتها من عند بوستاجي يا غلبة تما خل جاب المسكر تما اللي جاب المسلط ما ثم حد وليت انا خذيته من عنده حطيته في مكتوبي ونسيت ايش شو اللي كان عليه اي اخوك اخوك هيك لا كولا انت اخوك فك على قتلي وين حطيت صراحه هاك 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 جد هاك هاك اي نان جاوب عند المنصف هذا شو عمل عندك بجي يا ولدي والله العظيم لا ريت ولا خسرت له حطيته في مكتوبي ونسيت يزيه ناس نحلف عليك راك حليته عاود سكرته وراك قريته وفليته من تقو الفتله جريته هو يا راجل قيل عذرتي ليش عملت لك انا عليه نهار كل وانت تتلطع عليا وتتنسنس وتهز لي في اخباري اللي جاي انا اي يدي من الليل وانت نهار كل الله ما حفظنا كي حلقه المديح يا زبدي سكر فمك خليني فرق قلبي طرف لا لا هذه طرف قلبك من حانوت سامي وحانوت الطاهر دلعت انا في اخباري اكثر من دلعت استكفى بروحك هاني نبهت عليك عينك من هون وغادي باش تجي هوني للدار فمك مسكر وعينك مخيطه صح صحيت اي هاو سخنت هاو تحنن عليها هاي. اسمع عندي راه اخبارك الكل بالحرف عندك. عندي حجارات مخله عندك ساعدك ساعدك ما ساعدكش الله يسمعنا لبعضنا الخير حلوة هذه القيامة قائمة على على طرف كاغر يا ودي لو كان ما خذيتوش انا راه شاهد بيه انت يا ليتك لا خذيته والله عامله عملتها كل خوختك يا ودي يزي يا ودي يزي باش نقول له قدم امك حتى عندي قدكش مر رمز كل خوختك ما عندي ما ناكل خليت عليكم انتوما الله يرد الفاس على هروة الكلب والعفر نال شكون الفاس كل هروة هاني بدلت الكوبا جي 10 مرات والنفع الله شيء شيء ما حبش ابدا على حب باب معوش يثبت على الشيطان قصته 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 طورة شبيك تحركة تقول الباب اسمع شبيك مروح بكري بيت الرزق عجب تنتي عويدك تسخن الدنيا تولي تسكر مخر تسكر ما يقولوش تسكر يا سيد يقولوا تزين خاطر واحد ما يسكرش باب رزقه باهي سيدي مليح زين اتماكيش باب الرزق قولي شبيك ماشي بكري منين بكري
تعال تدوي كساعة ساعه وانا نخالع فيها الباب وما حبش. هاي طاف شنو انت دار فيك منرفز والباب كمل على ما بيك هات لا وريني حتى انت زاده يا طول. هاي ها هاو تسكر يا ربي تزين باب الرزق. قل لي تشبيك تقولش عليك بيلاتك بالعين انت وجهك يقول لي انت ناقص عمارة. شنو ناقص عمارة؟ شنو عمارة؟ حلوشي ايش اقول لك حاجه واحد وقت اللي يصبح صباح رب العالمين على سي عبد الرحيم يجي قدامك ويقعد شد الجباد يحكي الجواج نتاعي فخم لي نقول لك وقول لي مروح تعرف كاني نصبه نتاع مراكزي يبدا يتكلم ويقول لي مروح وانا المروح هو يتكلم وانا المروح وانا المروح. اسمع ما تقوليش انت ساعة عبد الرحيم حبيبك مش هو اللي نرفزك للدرجة هذه ما يظهر لك انا الهيضة هذه الكل سببها عبد الرحيم. انت تعرف شكون السبب نتاعها ها تتبهنس علي عجب عمتك تعمل عملة يسمى بها القاسي والداني. عمتي اي منك نسمع ما في بالي بحط شيء جاتك اليوم لا جاتني تويكا عندها جمعة تاني وبعديش بعثت لي يا كاسيدي اهدلنا نتاعها وتويكا عندها يومين بعثت لي تنبيه بإخلاء المحل. اه انت صار هذا هو اللي مدخلك بعضك تبيش تجنني عمتي ليه تجنني لاباس لاباس اسمع الحكايه هذه خليها علي انا والتنبيه اللي جاك انساه اما شنو وعد انا توا مخي قال لي يلزمني نعمل شطير شيشه يبقى راك القهوه لا يا سيد انا ما نحبش الشيش وحدي يبقى شو عبد الرحيم لا 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 لا, لا, لا. عبد الرحيم لا انا نحبك انت تمشي تشيش معايا انا ما نشيش كان في داري ما نشيش في القهوه وانا قعدت القهوي زاد تعرفني ما نحبهاش وزيد المعسل اللي يعملوا فيه مذرح مش كيما نتاعك انت حاجه دياري هكا تحفونه تعرف كيفاش اجاني غدوه الصباح غدوه غدوه الصباح وقت نحل نعمل لك نعمر لك شيشه هاي اي يا شي انت ما حبيتش تفهمني باهي يا سيدي مش لازمني نشيش مش لازمني نشيش وباش اروح من بوز وناقص عماره وما نتكلمش عمتي ومعيني نحكي مع حتى حد انت اللي جبت روحك يا مولاي يا مولاي هيش هيش نقول اسمع ما انت ممثل كبير يا سكر ها وتعرف مين شد شدتني من يدي اللي توجعني باهي شفتني ندلل عليك عادي ندلل عليك يا احلى توره في العالم شد شد هلا كذا هلا يا رب الامر لله سكر حل الليله نعديوها هلا 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 باهي يا سيدي ها هاي بسيدي هاو تحل باب الرزق برا امشي تويكا حضر لنا كانون وانا طبعا حضر الشيشه الويه فاش قام الكانون هاتوا نمشي نعمل تنقيزه للدار نجيب جمرتين ولا عتين مريقلين في كانون صغير هكا بهمت يا توره براس العزوزه امشي هكا خرج لنا الطاوله حط هنا وعملنا نصبه الكراسي وكل وهره وكل حطه نتاع العاده باه وبراس الميمه تخرج لي كاسيت فريد لطرش نحب ادي الربيع عد من تاني والبدري هلت انواره في حبيبي اللي رماني غنى كمل غنى يا توره يا غالي انا جيت يا منير يا منير اسمع اسمع ما تنساش مش نقول لك ايش ايش مش نقول لك ايه نعرف بس نمشي نجيب لك عبد الرحيم هاني جايبه شو ما جيب عبد الرحيم بالله الذي لا اله الا هو كان يجيبه الا ما نسكر الحوت فضلك عليك والله نجيبه والله ليه وما تقولش نسكر قول نزين شو ما عبد الرحيم واحد يصبح على عبد الرحيم يمسي على عبد الرحيم يباد على عبد الرحيم اعوذ بالله من الشر الرجيم اعوذ بالله من الشر الرجيم كهو اتفرج والله ما والله ما نعرف قد تعمل اتفرج كيفاش يا طفلة يا طفلة يا طرشة انا مش حبش بالكهف مش فيا مش فيا مش فيا جاتك العيطه مش فيا وسع بالك هالحلقه هذه هالحشيشه تتنفس وتعطش كيفك انت علاش تخليها هكاك اش قاعده تعمل حالة حليلة حالة فرج كدار تقول شو عليها بدوش مالي إيش قاعدة تعمل بجه ربي في التراكن طلع من عروسها تغسل الدار شو كل حالة شو كل حالة وكل ثانية شو كل بيبان وشو كل عوارض تي مش قاعدة الدار تي خربت والله ما نعرف شو قاعدة تعمل اسمعني اسمعني سي عبد الرحيم أنا مانيش البريك نتاع حضرة جناب ولا شي نخدم عندك أي نعم واسمعني هاني نقول لك من هنا لقدام ما عادش تعيط لي أخويا ما عادش تقضيني صحيت كنت يا لله اسم الله اسم الله على المبر لا يتغبر شنو جاي هنا باش تتصدق عروسة البازار ولا تقرا في الجامعه اي تجم تعتبرني هكاك ولا تعرفش كيفاه اه. اعتبرني انا نقرا في الخارج هكاك نرتاح فرد المره تقرا في الخارج كيف انت سوري يسقيك بالريش شد دويرتكم
تذكر من الخارج برا برا. طيب ضيف ضيف قهوه. اهلا. يزي من غش عاد. ريتها ماو؟ ريتها شفتها. صباح الخير الساعه. صباح الخير يا بابا الحاج سي عبد الرحيم. ايه هو والله يا ربي كبرنا في طاعته. يا لخديجه ما بابا الحاج كاسحه شويه. اشو احوالك يا اختي لخديجه؟ عايشك لاباس الحمد لله. اسمع نقول لك انا راني نكبر فيك قدر وقيمه. يكبر قدرك عايش ويعلي قدرك عايش. اش باش نقول لك؟ وانا نقول الحق راه انا نرى فيك الحقيقه صغيره. بارك الله ما شاء الله. اي نرى فيك صغيره وكل واحد اشيره. قل لي يا عبد الرحيم ما يكبس روحك. اسمع هو عندي عجاله ولا مطلقه؟ وعلاش تسال؟ اسمع نقول لك انا راني ما قلتلكش خاطر ما فماش علاش نقول لك. تو علاش نسهل باش تشوف فيا نورس ولا لا؟ اي سعاده هوني عاد بديت. سامحني سامحني بديت تخلوط. اش مدخل الورث؟ احنا ما ورثناش مع الورثين. خلي حتى باش نورثوا البراينيه. براينيه ليش الهوني يا بنتي؟ ما براني كان الشيطان. سامحني والله زرفت. اشنو سي عبد الرحيم قلبك باقي بالددي على هالدار؟ اي شنو بالددي على الدار ومالي الدار زاده؟ شنو مالي الدار ولا مالي العلي؟ لا مالي العلي. هذوك دخلوا في قلبك قطرة العسل يا خدوجة. شكون هما؟ ومالي العلي. خديجة انا مشيت للمرشي وقالت لك راه الكواش خلي لك وصايه قالت لازم توصلني. وانت سي عبد الرحيم لم روحك الشمس قريب توصلي لوسط الدار ولا باش نبدا نصير. وانت مش قلت مروحه الكالكوفور اللي باش تروح فيها تخرج لحد 11:30 راهي. انا ما بالكش وليت شافانكار انت. واه 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 دبر عليها. ابتسام مستانسه انت هكا؟ بالله يا عايش اختي يا خديجه هو قاعد مسيب لي ولده يهدلي في الهدود بربي. اي بالحق سي عبد الرحيم حسين هالايام ما عمل بعماله. وهي غلبة مش هابط لقشة من السقف تبقاي على السبادري متاعه في السقف مع الثريا. شنو لا خديجة ربي يبارك فيك هذا تعقد فيك النوارة بصوتي كلمة رحيمة. شنو اللي في السقف وصغى هو ولا طلع يزيو عبد تكبروا على الطفل تردوه شو الحالة هذية؟ اسمع ابتسام انا هاني خارجه نقضي اطون تعدي له الكواش. هاي هاي طون شيحك الويش بابا تسيحها. علاش حجره هي باش تسيحها؟ مش كان تمشي تعمل دوره في السوق تصرح سويقاتك ولا تمشي للقهوه مع الجميع خير لك؟ قالك نسيحها. امي يامي امي. نعم يا هبت يا سخت شو طلعك لهنا؟ اسمع حسين وانت عبد الرحيم كسر لك الفاز. انا فازو الفاز اللي في لونتخي اللي مازلنا كشرينيه. هاو كاريتو هاو كرجعتو لكلامي ماو. ماني قلت لكم يا ولادي ونبهت عليكم 100,000 مره في مره ما عادش تخليوا حاجه في ثنيه. شنيه شنيه شبينا نحن حاطينها على سكت ترين و... و يا غلبه يا اخي كيفاش عايشين معاها الجمره هذا؟ ما لها هضره. اصلع عن بي اصلع عن بي بلا جمره وبلا كانون. اسمعني الفاجو ان شاء الله فداك وفدا بو اللي كسروا. اي يا خديجه خليني نقول لك هالدنيا هذه راهو دايم فيها ربي كل حاجه تقوى امدها وتمشي. شنو فاجو هيا برا انا خارجين تو نشوف لك اللي تحب عليها هيا برا. اي هكا كي برا يا زي انت فاجو فاجو. Thank you.
شهوتا وخلاص مش بدينا الحب نهيد والذي عشقوني رد والذي عشقوني رد عشقوني رود رح المسك وعطر الباب ولما الحب